بجائزة الكرة الذهبية والتي تصدر عن مجلة فرانس فوتبول. تتويج نجم برشلونة بالجائزة هو السادس في مسيرته بعد أعوام 2009 2010 2011 2012 2015. هذا وحل الهولندي فيرجن فان دايك في المركز الثاني والبرتغالي كريستيانو رونالدو ثالثا. قائمة العشرة الأوائل شهدت تواجدا عربيا مع احتلال المصري محمد صلاح المرتبة الخامسة والجزائري رياض محرز المركز العاشر. تتويج ليونيل ميسي بالجائزة السادسة وهو في عمر 32 يدحض ما يقول عنه النجم الأرجنتيني إن جسده لم يعد كما كان من قبل. إذن السؤال الذي يطرح نفسه، هل يكون هذا التتويج هو الأخير لليو أم سيكون له رأي آخر في السنوات القليلة المتبقية له في عالم المستديرة؟ موازين القوى في كرة القدم يلغى فيها عامل التكافؤ عندما يحضر ليونيل ميسي. 10 سنوات كاملة اعترف فيها العالم أجمع بأفضلية الأرجنتيني على البقية 6 مرات. قضاة الفصل في من هو الأفضل دائما ما كانوا يزجونه بحرب نفسية وجها لوجه أمام رونالدو، لكن استراتيجية ليو في هذه المعركة كانت هي الرابحة. الحبكة التي اختارها ميسي في مسيرته الحية لم يكن يظن أنها ستضعه ضمن أروقة أساطير الكرة. هو اليوم أخذ بيد برشلونة إلى مجد محلي وأوروبي يصعب نكرانه، بل يصعب تكراره. قبل أيام قليلة شهد العالم على مباراته 700 بقميص البلاوغرانا، وقبل ذلك بكثير شهدوا جميعهم على 10 بطولات في الليغا وأربعة كؤوس من ذات الأذنين، الفضل الأكبر فيها لمن يحمل اسم ميسي. العملية ليست بتجاهل البقية واختيار بطل في معركة تحتاج الجميع، إلا أن الرماة البارعين دائما ما يقفون في الصفوف الأمامية التي احتلها ميسي مع برشلونة. القضية لم تعد تتعلق بجسد لا يظهر رحمة مع مرور الوقت، بل بمجرم كرة لا يتوانى عن قتل موتاه وهم أحياء ويكافأ في نهاية القصة بجائزة الأفضل. والآن